للعام الثاني على التوالي تم إعلان الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير من كل المجالات، قصة، شعر، غنى، عزف، مسرح، مجالات كتيرة جدا، وحتى الابتكارات التكنولوجية كانت موجودة. إنما الملفت إنه السنة دي عدد الفائزين كان ضعف عدد تقريبا ضعف عدد الفائزين العام الماضي. جائزة الدولة للمبدع الصغير أعلنت جوائزها مؤخرا. كان اليوم يشهد إعلان أسماء مبدع صغير في كل فرع من فروع الجائزة، فظني أن جميع من شارك فائزا ويكفيه فخرا أنه شارك في هذه السن المبكرة بجائزة تحمل اسم مصر. اسئني على طول على طول ولا تسأل فازول، اسئني وانا اقول وانا اقول يا نيل يا سمراني، يا نيل يا سمراني، يا نيل يا سمراني، يا نيل يا سمراني، يا سمراني يا نيل. غنوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد، بنلف الموالي وبنرجع لك تاني. يسرني أن أشير إلى أن وزارة الثقافة ستقوم بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال القطاعات والهيئات المختلفة التابعة للوزارة. يا ورد يا أحمر قولي قولي ده مين جرحك، مين جرحك، جرح شفايفك وخلي شفايفك دمك. أولا فرع القصة، فرع الغناء أشرقت أحمد سعد السيد، الجائزة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة. معنا ومع حضراتكم دكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأربعة من الفائزين في جائزة الدولة للمبدع الصغير: آدم محمود رمضان، أمل أحمد محمد، حسام عمرو وأشرقت. مبروك مبروك يا أشرقت. أنا أسفة يا دكتور، يعني جمال ده. اهلا اهلا رئيس المجلس الاعلى للثقافه، اولادك اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور اهلا 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 دكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلى للثقافه. من اول ما تم الاعلان عن المسابقه دي وكلنا استبشرنا وتحمسنا جدا، بس ما كناش متخيلين انه في السنة الثانية الارقام تتضاعف، العدد المشاركين يزيد، انه يحصل تطور كبير في الجائزة. سعيد بوجودي مع حضرتك. احنا كنا لينا لقاء من سنة ونص تقريبا بعد الاعلان عن الجائزة للمرة الاولى، وكانت وقتها جائزة غير مسبوقة وما تزال الحقيقة، لانه على مستوى الوطن العربي وقارة افريقيا كلها لم تكرس دولة جائزة باسمها للأطفال والنشء فيها في هذه الأعمار الصغيرة.